بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل الآن والدهر كلها أمين. أحبائي مشاهدي قناة كوبتك سات، أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي كلمة الحياة. النهاردة في موضوع مهم جدا جدا ويهم كل إنسان فينا ماشي في طريق الملكوت، ماشي في طريق ربنا. موضوع بيختلف فيه الناس كتير جدا إزاي، ومش عارفين كمان يمارسوه إزاي. هو سر مهم من أسرار الكنيسة السبعة، سر التوبة والاعتراف. والكنيسة العظيمة بتاعتنا سمته سر التوبة والاعتراف، علشان الاعتراف من غير توبة غير مقبول عند ربنا، لمجرد بنخدر ضمائرنا فقط، تخدير للضمير ان احنا بنعترف، عشان كده تسمى سر التوبة والاعتراف. وهل يا ترى الاعتراف تسبقه التوبة وتبقى الاعتراف الخطوة الثانية اللي بعد التوبة؟ أكيد. طب هل يا ترى الاعتراف ده أمر إلهي موجود في الكتاب المقدس، لازم أعترف على أبونا ولا أعترف من ربنا وخلاص وكفاية كده؟ هل في حتمية إن أنا أعترف على أبونا بأدلة من الكتاب المقدس؟ أيوه هنشوفها دلوقتي. والنقطة الثالثة، إزاي أقعد في قعدة الاعتراف وأعترف؟ وأعترف بإيه؟ اعتقد الموضوع ده شيق جدا ويهمنا كلنا قوي ان احنا نعرفه بقى، عشان كنا بقالنا السنين اللي فاتت دي كلها بنعترف اي كلام، او بنعترف نص ونص، او بنعترف بدون فهم، نعترف بفهم بعد كده ونقدم توبه حقيقيه لربنا عشان نمشي في طريق القداسه. الحلقه دي والحلقه الجايه هنخلص يوم الكلام ده ان شاء الله بالتركيز الشديد. هنقرا الايه بتاع زيادتنا جزء من الاصحاح الخامس من رساله معلمنا يعقوب الرسول من اول ايه 13، بركاته علينا امين. على أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو كسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويتنوا بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. نعمة الله الآب تحل أرواحنا أمين. أحبائي هنا أمر إلهي، اعترفوا بعضكم لبعض. مين البعض ده؟ مين البعض؟ البعض ده اللي قال عنه الكتاب المقدس أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة يصلوا عليه ويتنوب بذنب باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. طب واحد عيان وجاب أبونا يصلي عليه ويتنوب بالزيت، إيه ارتباط بقى ده بغفر الخطية؟ عشان كده في طقس الأنديل، في طقس سر مسحة المرضى، لازم المريض قبل ما ابونا يمارس سر مسحه المرضى يعترف الاول بخطاياه، وبعدين ابونا يبتدي يصلي الانديل اللي هو سر مسحه المرضى. جايز ما بتحصلش كده دلوقتي لضيق الوقت، لكن هو السر في اساسه كده. امريض احد بينكم يدعو قصه يصلوا عليه تنفوز. طب وصلاه الايمان تشفي والرب يقيمه، وان كان قد فعل خطيه تغفر له. طب الخطيه تغفر ليه؟ ايه دخل غفران الخطيه في واحد عيان بيصلوه عشان يخف؟ على اساس انه اعترف بخطاياه وتاب عنها، وعلى اساس ان معظم الامراض بتيجي بسبب الخطيه، فبيعترف بخطاياه ابونا بيصلي له وبهذا الايمان وبيديله الحل عشان كده يخف، لانه تايب عن خطيته وجاي بايمان. صلاه الايمان تشفي المريض، وكمان تتغفر له خطيته لانه اعترف بها على ابونا. ده كلام واضح زي الشمس. طب اشمعنى ابونا اللي لازم الخاطي يعترف عنده؟ ليه ما يعترفش على ربنا؟ ليه ما يعترفش على اخوه اللي غلط فيه؟ يعني انا غلطت مثلا في فلان الفلاني، اقول له انا غلطت في حقك، يبقى انا كده اعترفت بخطيتي. طب افرض انا غلطت في حق ربنا، اعترف على مين؟ كسرت وصيه من وصايا ربنا، اعترف على مين؟ على ابونا. اشمعنى على ابونا؟ جبت الكلام ده منين؟ من هنا، من رساله معلمنا يعقوب الساعه 5 من اول 13. لكن هقول لك كلام اقوى من كده كمان، واضح زي الشمس. نعترف على الاباء اللي ربنا يسوع المسيح بنفسه اداهم سلطان الحل والربط، اداهم سلطان غفران الخطايا على الارض. هنشوفها دي في انجيل قديس متى الساعه 18 ايه 18. قال ايه الرب يسوع بنفسه؟ قديس متى الساعه 18 ايه 18. الحق اقول لكم، كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الارض يكون محلول في السماء. واقول لكم ايضا، ان اتفق اثنين منكم على الارض في شيء طوبى يكون لهما من قبل ابلس، لانه حيث مجتمع اثنين الى اخره. هنا تقدم اليه بطرس. طب قبلها ايه؟ شوف بقى قبلها مهم جدا، من اول ايه 15، من اول ايه 15. ان اخطا اليك اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما.
إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين. واحد أو اثنين منين؟ من غير المؤمنين؟ ليس من المعقول عقلا يعني. خد واحد واثنين من المؤمنين، من ولاد الكنيسة، من قرايبنا، من أحبائنا، من خدام الكنيسة، واحد واثنين من المؤمنين. ده شيء طبيعي ومنطقي جدا ولا يزايد عليه أحد، لكي تكون كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منهم، آية 17 بقى، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة. هيروح للجدران المبنية ويقول لها، فقل للكنيسة، يعني هيقول للكنيسة إزاي؟ هيقول للجدران المبنية. إذا الكنيسة مقصود بها مين؟ مقصود بها الكهنة. عشان كده بيقول إيه؟ وإن لم يسمع للكنيسة، ها؟ شوف يقول إيه؟ فكل كنيسة، وإن لم يسمع من من الكنيسة، يعني الكنيسة هتكلمه، يا جدران بتتكلم ولا الكنيسة اللي هي الكهنوت؟ هتقول لي المؤمنين، طب والواحد أو اتنين دول الأولين منين؟ مش من المؤمنين ولا من الكفرة؟ من المؤمنين. يبقى الكنيسة اللي هي الأبونا الكاهن. إن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، يعني بيكلم هنا الآباء، كل ما تربطوه على الأرض يكون مربوط في السماء، وكل ما تحلوه على الأرض يكون محلولا في السماء. طب يعني إيه نربطه؟ كل ما تحلوه على الأرض يكون محلولا في السماء، ماشي. طب وأربطه إزاي؟ يعني اللي بيجي يعترف لي بخطيئته أنا بديله حل، خلاص حليته بالخطيئة اللي عملها. بقول له الله يحلك، مش أنا بحله، الله يحلك. أنا بسمعه صوت الغفران من السيد المسيح من فمي أنا الخاطئ. والمسيح اللي عمك عايز كده، قال كل ما تحلوه على الارض يكون محلول في السماء. يعني بقول لك الله يحلك، ده سلطان المسيح الداولي، ادانا السلطان ده المسيح له المجد، علشان يعني علشان خاطر يميزني؟ لا، عشان يتحكم في الناس؟ لا، ده عشان العكس، عشان يسهل للناس التوبه، وعشان لما الانسان فينا يتوب ويعترف بخطيته يسمع صوت الغفران الحقيقي بناء على سلطان الرب يسوع اللي ادهولنا، كل ما تحلوه على الارض يكون محلول في السماء. يبقى انا اعترفت بخطيئتي وانا تايب على ابونا، ابونا بيقول الله يحلك ويرد التحليل على راسي من فم الرب يسوع على كل المجد. يبقى انا سمعت صوت الغفران من السيد المسيح المجد من فم الكاهن، وابقى متاكد من كده، لان الكاهن اداله المسيح المجد هذا السلطان. طب في كلام اوضح من كده؟ اه، في يوحنا، انجيل القديس يوحنا اصحاح 20 من اول 21، طلعها لكم، شوف يقول ايه. الساعة 20 من اول آية 21 يقول ايه، هقولها لكم من اول آية 19 عشان يبقى الكلام متدرج. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو اول اسبوع، وكانت الابواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا اراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ زرعوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. أرسلة محددة للتلاميذ مش لكل الشعب. ولما قال هذا نفخ في الشوب وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. آية 23. أظن هنا الكلام يا أحبائي قاطع واضح زي الشمس، مش محتاج لتفسير أو تأويل. من غفرتم خطاياه غفرت له، وما امسكتموه عليه امسكت. يعني ايه امسكتموه عليه؟ يعني ما اديتوش حل، اللي ما رطلوش التحليل. طب مش حرروا التحليل ليه؟ لانه ما جاش يعترف. يبقى التحليل هنا مرتبط، او غفران الخطيه مرتبط بان تبت عنها ما بيني وبين ربنا، وبين من نفسي وبين من ربنا، ورحت لابونا اعترفت بهذه الخطايا عشان اسمع صوت الغفران اللي المسيح اداهولنا، من غفرتم له خطاياه غفرت، من امسكتم عليه خطاياه امسكت. مفيش طريقه تاني لقبول غفران الخطيه الا بكده. لا يضلكم احد يا احبائي، بخلاف ما جاء في الكتاب المقدس، كلام واضح وقاطع زي الشمس. انجيل القديس يوحنا ايه 20 من اول ايه 19 لغايه سمعناها دلوقتي، من غفرت من خطايا. وانجيل القديس متى اصحاح 18 ايه 18، ويعقوب معلمنا يعقوب اصحاح 5 من اول 13. كل هذه الايات القاطعه اللي تحتم على الواحد فينا انه لما يجي يتوب عن خطيئته يتوب عنها من كل قلبه، وبعدين يروح يعترف بيها عشان يسمع صوت الغفران من فم الرب يسوع من خلال فم الكاهن. يا احبائي، اللي المسيح ائتمنه على هذه النعمه، نعمه غفران الخطيه للناس. يبقى لازم اعترف على ابونا. عرفتوا ليه لازم نعترف على ابونا؟ ده امر الهي لازم نعترف عليه، ولازم نعترف بخطايانا. لكن يشترط بعد ما عرفنا ده امر الهي ولا مفر منه اطلاقا للتوبه، يبقى لازم نفهم ان هذا الاعتراف لا يجدي ولا ينفع ابدا احد
إذا كتب خطايا، من يكتب خطاياه هذا لا ينجح. فليكتب خطاياه وما يعترفش بيها، لكن اعترفتم بخطاياكم فهو أمين وعادل حتى يغفرها لكم. هكذا يقول الكتاب أيضا. إذا الكتاب مملوء بهذا الكلام يا أحبائي ليؤكد على حتمية الاعتراف بالخطايا على الله في سماع الكاهن. هو الاعتراف عبارة عن إيه؟ أنا بعترف على ربنا بخطاياي في سماع الكاهن. طب ليه في سماع الكاهن؟ علشان الكاهن هيسمعني انا ايضا صوت الغفران من الله اللي انا بعترف عليه في سماع الكاهن اللي اداهوله وقال له من غفرت لهم خطاياهم غفرت. انا لا املك ان انا اغفر خطيه، انا ما حلتيش حاجه عشان اغفرها، انا بفلس، لكن انا بغفر بناء على امر الرب يسوع من غفرت لهم خطاياهم. يعني قلت له الله يحلك يبقى الله يحله. عشان كده في التحليل بنقول ايه؟ اي يسد الرب يسوع المسيح من الواحد كان مولانا قطع عنا كل ربطات خطايانا من قبل الام المخلص النافع في وقت تلاميذ القديسين، وقال لهم اكملوا الروح القدس من غفر لهم خطاياهم غفرت، مسكتموها عليهم سكه. انت الان من قبل رسول انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل ذنب في كنيسه ان يغفروا خطايا الارض وان يربطوا وحلوا كل بلاد الناس اردتم يا محب بشر عن عبيدك من محمد برسول الله ارزقنا رحمه. قطع عنا قطع عنا كل ربطات خطايانا، وان كنا قد اخطانا اليك في شيء بعلم او بغير علم او بجزء القلب او بكل، فانت صالح. اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حلنا. الحل اصلا كله من فم مين؟ الرب يسوع. بس من بق الكاهن بيقول وبيسمع الانسان المعترف التائب الخاطي ان الله فعلا قبل توبته، ان الله فعلا قبل اعترافاته وانه غفر له خطيته ولم يعد يذكرها بل يترحب بحر النسيان. دي اول نقطه مهمه جدا يا احبائي تخلينا نتاكد ونتيقن ان لازم نعترف على ابونا، لكن لابد ان يسبق التوب الاعتراف التوبه. لابد ان يسبق الاعتراف توبه، توبه عن الخطيه اللي بعترف بيها. الكتاب المقدس يقول ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. في ناس بتعترف بدون توبه، في ناس كتير بتعترف بدون توبه. ده في واحد يجي يقول لي يا ابونا حاليا عايز اتناول احنا عندك حاجه عام، يقول لي كلنا خطيه. كلنا انت شملتنا كلنا خطيه، يعني حتى مش كلنا خطاه، لا كلنا خطيه. يا ساتر يا رب، انت بتخليك في حالك. ده اعتراف منكم، ده مش اعتراف، ده واحد بيهرب من انه يقر بخطاياه او يعترف بيها. ده ياخد غفران ازاي يعني؟ واحد مره ثاني جه يتناول بقول له كم اعتراف، يقول لي لا. طب بتحب تعترف عشان ما مشوش من غير مناول؟ طب بتعترف دلوقتي بسرعه قبل التناول؟ قال ما فيش حاجه يا ابونا الحمد لله ما فيش حاجه. قال لي اه. قلت له طب مش هناولك، ما اقدرش اناولك. ليه؟ قلت له انت مش محتاج لمناوله يا عم. المناوله بيقول بنقول فيها كده يعطى الجسد ده يعطى لمغفره الخطايا وحياه ابدا، ان كل مناول يعطى. انت مش محتاج، ما عندكش خطايا، فهتعترف ايه؟ مش بتاع جسد المسيح. جسد المسيح محتاج اللي عنده خطيه ويعترف بيها وتايب عنها، فعايز ياخد يا غفران الخطيه. غفران الخطيه محتاج توبه. لكن لما تقول لي ما فيش حاجه، طب هتتناول ليه؟ ما انت مش محتاج لمناول. كل اللي بيتناول يعطى لمغفره الخطايا وحياه ابديه لكل من يتناول منه. يبقى اللي ما عندوش خطايا هتتناول ليه؟ يقول لي يا ابونا ازاي مش هتداولني؟ اقول له ما انت انت راجل بر والديس ما عندكش ولا خطيه. يا عم انا الواحد زي خاطئ احب اتناول عشان تغفر لي خطيتي. حاجات غريبه جدا، الناس غريبه جدا. الناس فاكرين التناول كده لعبه. هنتكلم عن التناول ان شاء الله في الحلقات الجايه عشان الناس تفهم خطوره هذا السر العظيم وبركات هذا السر العظيم في نفس الوقت الانسان. لكن اللي يسبق التناول سر التناول سر الاعتراف، سر التوبه والاعتراف. لابد ان تسبق الاعتراف على الكاهن توبه حقيقيه عن اللي هعترف بيه. يعني مثلا واحد زعل مراته وغلط فيها وبلسانه او باي حاجه ثانيه وجرح مشاعرها خطيه، تاب عنها هيعترف لله ولا انا اسف ما تزعلش مني كانت وقت غضب وبتاع، وبعدين بيقول يا رب سامحني ان انا عملت كده ما بينه وبين ربنا. وبعدين في الاعتراف يقول لابونا انا عليت صوتي على مراتي وشخطت فيها وشتمتها وعملت كده. يبقى هنا الاعتراف والتوبه متكامله. لكن لو انا اكتفيت ان انا اروح لابونا اقول له انا شتمت حلفت كذبت كلام مبهم كده من غير ما اتوب عن خطيه، يبقى انا انسان مش بعترف صح، انسان توبتي ناقصه، مش دقيق في اعترافي، مش هستفيد كتير يعني، مش هتغير. الاعتراف بالخطيه. طب ايه التوبه؟ التوبه قالوا لنا بقى الدين في حاجتين. قالوا التوبه هي ترك الخطيه، والتوبه الكامله هي كراهيه الخطيه. التوبه هي ترك الخطيه، والتوبه الكامله كراهيه الخطيه. يعني واحد تاب عن التدخين ترك التدخين، تبقى توبته عن التدخين كامله لما يكره الحته.
واحد كان بيكذب تاب عن الكذب بطل الكذب، كلام واحد تبقى توبته عن الكذب كاملة لما يكره الكذب، وهكذا يا أحبائي. واحد كان بيجيب سيرة الناس، أو واحدة تاب عن جاب سيرة الناس طبعا هذه الخطيئة البشعة والإدانة، إنه بطل، لكن تبقى توبته كاملة عنها لما يكره، ما يحبش حد يجيب سيرة حد قدامه، وهكذا. التوبة يا أحبائي لازم أتوب الأول، وعشان أتوب لازم أرجع لنفسي زي الابن الضال، وراجع إلى نفسي. وقال كم من أجير عند أبي يبدو عن الخبز وأنا جوعا. يبقى إذن لابد من التوبة تسبق الاعتراف على الكاهن، لابد، وعن كل خطية. مش ضروري أقول تفاصيل الخطية زي ما هنيجي في الحلقة الجاية إن شاء الله، هنقول نعترف بإيه وإزاي تكون قاعدة الاعتراف، يعني تكون قاعدة الاعتراف إزاي وهنعترف بإيه الحلقة الجاية إن شاء الله. لكن دلوقتي عايزين نركز على إن سر التوبة والاعتراف سر مقدس بيحل فيه الروح القدس على الكاهن وعلى المعترف، بيدي الكاهن حكمة في الإرشاد الروحي، وبيدي المعترف تبكيت وتذكير بضعفاته عشان يقدر يعترف بها وما ينكسفش ويقر بها قدام ابونا عشان ياخد عنها الحل. وفي نفس الوقت سر التوبه والاعتراف لابد عشان يكون سر متكامل وصحيح ومقبول عند الله ان تسبقه توبه عن كل خطيه انا بعترف بها على ابونا. لكن لو رحت اعترفت اعتراف كده عام جنرال او كلام شامل او كلنا بنغلط او عملت خطايا كتير يا ابونا من غير اي ذكر، يبقى انا مش تائب، انا مش تائب، انا بضحك على نفسي وبخدر ضميري مش على ربنا. بقى كده ما يخلش على ربنا الكلام ده. اللي يقر بخطاياه هو ده اللي ينجح. ان اعترفتم بخطاياكم مش بخطيتكم، بخطاياكم لازم اعتراف بكل خطيه، مش مهم التفاصيل، لكن المهم ان انا اقول اسم الخطيه، في حلفان، في شتيمه، في كذب. لو افرض واحده منكده على جثه في البيت ومنكده عليها على طول، خطيه مستمره، طب تابت عنها؟ لا ما تابتش، بتتاكد عليه برضه. طب بتروح تتداولي ازاي؟ بتعترف تقول لابونا ايه؟ بتعترف تقول له ايه؟ بتتناول ازاي جزمة مسيحه ودمه؟ وانت ما توبتيش على الخطيه دي، خطيه انك تنكدي عليه. انت عارف انت ممكن ما تنكديش عليه بالكلام، لا ممكن تتنكدي عليه بالتكشيره، تكشري في وشه بس بالامتناع عن الكلام، ما تتكلميش معاه. امال ايه؟ ده في ستات عندهم حيل وهو ما تعرفش ان دي خطايا، ما تعرفش ان دي خطايا هتحرمهم من الملكوت، تحريمهم لكل، ممكن تدفع الراجل لحاجات مش كويسه ويبقوا هم مسؤولين عن هذا الطريق الوحش الرضيع اللي دفعوه فيه. احبائي احنا محتاجين توبه عن كل ضعف بنقع فيه، عن كل خطيه بنقع فيها. توبه يعني تركها والندم عليها ثم الاعتراف بها على ابونا عشان ناخد الحل ويبقى اتنست تماما، ونبدا حياه نقيه نظيفه فرحان بربنا. وعلى فكره السماء كلها بتفرح، يقول السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. السماء كلها، يعني التائب المعترف بضمير ده السماء كلها بتبقى فرحانة بيه. لكن اللي يدكن على خطية وما يقولهاش واسمه اعترف، يعني ممكن أعترف بخطايا كتير لكن في خطية محببة لي أسيبها ما أعترفش بيها على من هرجع لها تاني، طب ده اعترف؟ ده يبقى اسمه اعترف؟ الاعتراف هنشوف في الحلقة الجاية إن شاء الله هيكون إزاي، وجلسة الاعتراف تكون ازاي، ونعترف بايه عشان خاطر نبقى في كل مرة هنعترف بيها ننسى بقى الحياة الأولانية اللي كنا عايشينها قبل كده، ونبتدي حياة جد في التوبة والاعتراف، ونقول إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو إن متنا فللرب نحن، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.